الخبر الثاني عن الجهاز المركزي للتنظيم الإداري، أعلن الجهاز أنه سيبدأ هذا الأسبوع في إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل شباب بوحدات الجهاز الإداري للدولة. ذكر الجهاز أن إلحاق شباب بالجهاز الإداري للدولة سواء كانوا من العاملين فيه أو غير العاملين طبقا للمهارات المتوفرة لديهم هيكون من خلال تعيينهم بنظام مساعدي ومعاوني الوزراء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء أو من خلال التعاقد مع العمالة المؤقتة. الجهاز قرر أيضا إرسال الخطاب لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة ورؤساء الجامعات ورؤساء التنظيم والإدارة بالهيئات. معانا الآن على التليفون سيادة المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعني طبعا هنعرف تفاصيل هذا الخبر منه. سيادة المستشار أهلا بيك. أهلا بحضرتك، صباح الخير يا فندم، وتحياتي لسيادتك والمشاهدين الكرام. صباح النور وأهلا بيك. يعني احنا عايزين نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الخبر. احنا في الفترة القادمة وظل التوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وبالتوسيع او عمل اكبر قاعدة من القيادات الشابة، يأتي تدريب الشباب ووفقا لخطط تدريبية منها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب لتولي القيادات في الفترة القادمة. وبالفعل انتهت الدفعة الأولى أو من البرنامج الرئاسي من الإعداد لبعض القيادات الشابة بعد تلقيهم المهارات القيادة أو الإدارة في العلوم الحديثة. بيأتي دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في توزيعهم على في الحقهم للعمل بالجهاز الإداري للدولة، سواء من خلال نظام مساعدي ومعاون الوزراء أو من خلال العمل بمكاتب السادة الوزراء أو المحافظين. ده طبعا في ظل التوجه العام للدولة في أن احنا عايزين في الفترة اللي جاية يكون هناك أكبر قاعدة أكبر قاعدة من الشباب اللي تأهلهم لتولي المناصب القيادية في الفترة القادمة. طيب حضرتك شايف ان يعني المؤشرات عند تطبيق هذا القرار يعني ايجابيه، في تعاون، في استجابه، راي حضرتك ايه على المؤشرات؟ طبعا بالضبط على هذا، من عايز اقول لحضرتك على حاجه صغيره، مش هياتي يكون هناك صف ثاني الا من خلال التاهيل والتدريب، وتم التاهيل تم التدريب وتم التدريب وتخرجت اول دفعه من البرنامج الرئاسي، وبناء عليه احنا دلوقتي لازم نعدهم لتولي القياده. مش هياتي ذلك الا اذا كانوا في طليعة مثلا الصف الثاني اللي احنا بنعمله دلوقتي، لابد يكون يشوفوا التجربه الحقيقيه للقياده ازاي من خلال معاونه ومساعده الساده الوزراء والسلطات المختصه اللي هي الساده المحافظين او رؤساء الهيئات. بيتعلموا منهم القياده ازاي تاهيلا ان شاء الله باذن الله في الفتره القريبه القادمه يتولوا القياده ان شاء الله. من المفترض ان نجني ثمار هذا البرنامج خلال قد ايه يعني من المتوقع؟ لا ما احنا خلاص احنا دلوقتي يعني تخريج الدفعه مثلا بياخد وقت قد ايه؟ بياخد وقت حوالي 10 شهور. تعليم كل المهارات العلوم الاداره والقياده وبرضه التطبيقات الحديثه في تكنولوجيا المعلومات، وبناء عليه بعد ما ينتهوا من البرنامج بنلحقهم بالجهاز الاداري. نعم. لاحداث طفره بوجه عام برضه في الجهاز الاداري، وبرضه لاتقالهم بالمهارات اللازمه لشغل الوظائف بعد كده المناصب القياديه في القريب العاجل. نعم، اشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتعبئه، اشكرك شكرا جزيلا.